شوف دلوقتي البروف بتاع لوبيتال بروف سهل قوي مفهوش اي مشكله. هو ليه لما يكون عندي ليميت بيدي 0 اوفر 0 عشان الفانكشن تدي 0 اوفر 0 ليفل ديفرنشيت اللي فوق لوحده واللي تحت لوحده. قبل ما نقول البروف بسرعه جدا الديفينيشن بتاع الديريفاتيف، لو انا عندي اف داش اوف اكس الديفينيشن بتاعها هو ليميت لما الاتش ابروتش تو زيرو ل اف اوف اكس بلس اتش ماينس اف اوف اكس على اتش. ده الديفينيشن اصلا بتاع الدريفاتيف للاكس. لو انا عايز اجيب الدريفاتيف ده عند نقطة اكس ايكوال اي، انا هشيل بس كل اكس واحط بدلها، يبقى الدريفاتيف عند الاكس ايكوال اي شلت الاكس وحطيت بدلها الفاليو بتاعتها اللي هي الايه وليميت از اتش ابروتش تو زيرو. هعمل بس substitution كده صغير، لو أنا سميت a plus h دي سميتها y، والليمت ده عايز بدل ما أتعامل مع ال variable اللي اسمه ال h هتعامل بداله مع variable اسمه y. لما نقول y equal a plus h يعني ال h equal y minus a، يبقى الليمت بتاعي هيبقى f of y minus f of a، وال h اللي تحت دي نقدر نشيلها من الرول ده نحط بدلها y minus a. وناخد بالنا لما ال h approach to 0، لو ال h دي كانت ب 0 يبقى ال y approach to a. يبقى دلوقتي نقدر نقول ان derivative function عند ال x ب a او عند ال y ب a على حسب ال function دي مكتوبة x ولا y، هو f of y minus f of a على y minus a لما y approach to a. لو كانت ال function دي مكتوبة in terms of x نقول f of x minus f of a على x minus a as x approached to a. زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت ال definition بتاع derivative function عند نقطة x equal a هي f of x minus f of a على x minus ال a. لو أنا كان عندي أكتر من function يبقى ال definition بتاع ال f dash هو f of x minus f of a على x minus a لما ال x approached to a، ونفس الكلام لو عندي function تاني. طيب دلوقتي لوبيتال بيبقى عندي limit f of x على g of x لما ال x approached to a وكان بتدي 0 over 0. معنى انها تدي 0 فوق معناها ان انا بعوض فوق عن ال f of x ب a بتدي 0، ومعنى انها جابت 0 تحت يعني ال g of a ب 0. فنقدر نقول ده معناه ان ال f عند النقطة a بزيرو وال g عند ال point a برضو بزيرو. في two approaches لل proof بتاع الهوبيتال، واحد اسمه ال backward وواحد اسمه ال forward. ال backward انا ببدأ بال f داش على ال g داش ومنها بوصل لل f على ال g، وال forward انا ببدأ من ال f على ال g وبوصل ل f داش على ال g داش. الاتنين زي بعض عموما. لو انا قلت انا عندي ليميت لما ال x approach to a و f dash على ال g dash، ال definition بتاع ال f dash نحط ال definition بتاعه limit f of x minus f of a على x minus a، و ال g dash حط ال definition بتاعها، ونقدر لو انا عندي limit فوق و limit تحت نقدر نضمهم في limit واحدة بس كده. وببساطة تقدر تكنسل ال x minus a اللي فوق مع x minus a تحت، فيطلع بعد كده ال limit x approach to a ل f of x minus f of a على g of x minus g of a. وانا عارف من فوق من هنا ان ال f of a وال g of a اصلا ال values بتاعتهم بكام؟ ب 0. فاحنا نقدر نقول ان ال f of a دي ال value بتاعتها بزيرو، وال g of a دي ال value بتاعتها بزيرو. فالليمت ده في الآخر f of x minus 0 على g of x minus 0 اللي هي هتطلع limit f of x على g of x. يعني أنا وصلت إن الليمت equal f of x على g of x، مع إن كانت البداية من ال f dash على ال g dash. يبقى أنا وصلت ان limit f dash على g dash equal limit f على g. هو ده backward direction لان من ال f dash وصلت ال f. الفورورد ان انا اعمل العكس. وبكده احنا انتهينا من شرح لوبيتال رول بالبروف بتاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.